مين منا ما بيحب تكون شخصيته قوية؟ كثير من الناس بتعتاد انه شخصيتنا بتخلق معنا وما فينا نغيرها. منشوف اشخاص عندها كاريزما، جذابين، مهضومين وصفات كثير اخرى بنتمنى انها تكون عنا، لكن منسلم جدلا انه ما عنا هالميزات وبنستسلم لواقع انه شخصيتنا ضعيفة، مع العلم انه في صفات من السهل جدا انك تكتسبها حتى تقوي شخصيتك بشكل كبير. بهيدا الفيديو رح نحكي عن 9 صفات سهلة التطبيق لحتى تقوي شخصيتك وتتفوق بأي مجال انت فيه، وهول الصفات رح نبدأ فيهم حالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم محمد عيتاني. الصفة الأولى هي الثقة بالنفس. دائما الناس يلي واثقين بنفسهم هن أكثر ناس بيتفوقوا بالحياة. في كتير ناس بتعتاد إنه بس لو كان عندي حظ أو بس لو كنت حلو كانت الدنيا فرقت معي كتير، كنت نجحت بعملي، كنت نجحت بعلاقاتي العاطفية. هيدا الأمر مش بالضرورة يكون دقيق. دراسة أجريت بأوهايو ستيت عن كيفية تأثير خططك المستقبلية نسبة مع مستوى ثقتك بنفسك. هالدراسة بيّنت إنه الشخص يلي عنده ثقة عالية بنفسه بيتميز بإرادة قوية وبيكون مسيطر على أي موقف بمر فيه، ولا الحظ ولا الجمال بيلعبوا الدور الرئيسي بالموضوع. شو عملوا بهالدراسة؟ باختصار أخذوا مجموعة من الأشخاص وقسموهم قسمين، قسم أشخاص عندهم مستوى جمال عالي لكن لبسوهم ثياب متواضعة وقديمة، قعدوهم على كرسي صغير وطلبوا منهم يقولوا أنا إنسان ناجح لكن مع هز الرأس بطريقة عدم التصديق. بهاي الطريقة أثروا على ثقتهم بنفسهم ولو بشكل مؤقت، والشريحة الأخرى من الأشخاص عززوا ثقتهم بنفسهم، لبسوهم ملابس أنيقة، قعدوهم وراء مكتب إداري وطلبوا منهم يقولوا أنا إنسان ناجح مع هز الرأس من الأعلى إلى الأسفل. لقيوا الأشخاص يلي ثقتهم بنفسهم عالية ولو بشكل مؤقت اختاروا المناصب الإدارية المرتفعة، بينما الأشخاص الحلوين يلي كانت ثقتهم بنفسهم مهزوزة وقتها اختاروا وظائف متوسطة. فإذا لا الحظ ولا مستوى الجمال له علاقة بالنجاح، السر هو الثقة بالنفس. الناس يلي عندها ثقة كبيرة بنفسها بيتسلقوا السلم الوظيفي بشكل كبير. طيب كيف منقوي ثقتنا بنفسنا؟ طبعا الثقافة بتزيد الثقة بالنفس، كل ما قرينا أكثر عن مواضيع مختلفة كل ما شعرنا بهيدا الرضا الداخلي والثقة انه قادرين نحاور ونحلل اي موضوع. ممارسة الرياضة، هيدا الشيء بيعطينا احساس بالسيطرة على جسمنا وحتى على عواطفنا. الأناقة عامل مهم جدا لزيادة الثقة بالنفس، لما تكون راضي عن مظهرك هيدا الشيء بيعكس راحة وبالتالي بتزيد ثقتك بنفسك. اهتم بالأمور الصغيرة لأنها ممكن تعمل فرق كبير. الصفة الثانية لقوة الشخصية هي القدرة على الرفض، أي إنك تعرف تقول لا وقت الضرورة. كلمة لا هي واحدة من أهم أسلحة الشخصية القوية، لأن ما في شيء بيخليك تحس بقلة احترام لنفسك مثل عدم قدرتك إنك تقول هالكلمة. كتير أشخاص بيبذلوا مجهود كبير لمساعدة غيرهم على حساب وقتهم وصحتهم بس لأن ما عندهم هالقدرة إنه يقولوا لا، وهول الأشخاص عادة ما بيعانوا من نوبات قلق واكتئاب. تذكر انه فيك تقول لا باي لحظة ولو مع شخص عزيز عليك، ما تخاف من ردة الفعل لان قولك لكلمة لا من فترة الى اخرى بخلصك من اشخاص طفيليين ممكن يكونوا مستغلين هالطيبة واللطف يلي عندك، وبذات الوقت عم بيستمدوا قوتهم من ضعفك لقول كلمة لا. اما اذا كان الشخص فعلا بعزك رح يتفهم قولك لهالكلمة. كلمة لا ترسم حدود العلاقة وبتحدد قواعد التواصل بين شخصين، ساعتها بيعرف الشخص المقابل قوة شخصيتك وين حدودك. أول ما تتعلم تقول لا لح تتحرر وتبطل أسير الخوف من هيدي الكلمة، لأن كلمة لا بتخلق عندك الأمان والإحساس بالسيطرة. هلأ ممكن تقلي أنا بدي أقول لا لكن بخاف من شعور الشخص المقابل. فيك تقول لا بطريقتين أساسيتين بدون ما يزعل الشخص المقابل أو يحس بالإهانة. الطريقة الأولى هي السؤال التعاطفي، أي أنك تسأله بصدق كيف ممكن تتوقع أني أعمل هالطلب يلي طلبته مني. لما تسأل هالسؤال أنت بكل بساطة عم بتحط الشخص المقابل مكانك وعم تخليه يفكر أنه هل أنا طلبت طلب غير منطقي
أو صعب التحقيق، فأنت هيك خليته يراجع نفسه. هيك بأول مرحلة بتكون عملت فلتر ولغيت قسم كبير من الأشخاص الطفيليين يلي ما حيكون عندهم جواب منطقي لسؤالك. الطريقة السهلة التانية هي إنك تقول آسف لا. كلمة آسف وقعها أخف من لا، وبالتالي بتحضر لكلمة الرفض يلي بعدها. بهيدي الطريقة بتكون سهلت على نفسك وخففت عناء ردة فعل ممكن تكون قوية من الشخص المقابل. دائما لما بدك تقول آسف لا، حاول نبرة الصوت تطلع من مستوى الصدر ومش من مستوى الأنف، لأن الكلمات اللي بيطلعوا من مستوى أعمق إلهم تأثير أكثر. الصفة الثالثة هي القدرة على جذب الآخرين. كلنا بنعرف أنه في أشخاص عندهم كاريزما، محبوبين، كأن عندهم سحر، بيقدروا يجذبوا الناس إلهم، وهول الأشخاص بيتمتعوا بشخصية قوية. بس يلي ما بتعرفه، أنت كمان فيك تكون واحد من هول الأشخاص. أنت وعم تحكي مع أي شخص حافظ على اتصال بصري جيد معه، خليك عم تتطلع فيه بنظرات ثقة، وحافظ على ابتسامتك لحتى الشخص المقابل يرتاح بوجودك. ما تتكلم كتير واسمع أكثر، حاول تسأل أسئلة عنه وتخلي الشخص اللي قدامك يفتح لك قلبه أكثر. موضوع القدرة على جذب الآخرين حكينا عنه بالتفصيل أكثر بسلسلة من غريب إلى حبيب، فإذا ما حضرت هالسلسلة بعد رح اترك رابط لإلها بآخر هيدا الفيديو. الصفة الرابعة، كن حاسم بقراراتك. لما بدك تاخد أي قرار بحياتك إن كان صغير أو مصيري، خليك حاسم. عندك الحق إنك تدرس كل الخيارات المتاحة أمامك، اعتمد على عقلك وتحليلك المنطقي، لكن وثق دايما بقراراتك وغريزتك، لأن واحدة من أهم صفات الشخصية القوية هي القرار الحاسم. الصفة الخامسة هي استخدام العقل وليس العاطفة. مثل ما ذكرنا قبل بسلسلة فن الإقناع، عقلنا عنده 2 سيستم للتفكير. سيستم 1 وهو المسيطر على أولى ردات الفعل ويسمى The Limbic Brain، خلينا نسميه سيستم العواطف. هيدا السيستم بخليك تاخد قرارات سريعة وردات فعل متهورة، مثل لما نفوت على محل ألبسة ونلاقي جاكيت كتير حلوة وتقول واو هيدي الجاكيت بتجنن قدام صاحب المحل. وعندك سيستم 2 هو سيستم التفكير المنطقي يلي يسمى علميا The Neo Cortex Brain، خلينا نسميه سيستم التحليل المنطقي. هيدا السيستم هو لما نبلش نفكر بطريقة منطقية بعيدة عن العواطف، مثلا لما تقول يا الله هلأ عرف صاحب المحل اني مهتم جدا بهيدي الجاكيت، اكيد السعر رح يدوبل، فبتقول له لا مش حلوة هي الجاكيت، كم هيدا البنطلون؟ فمن علامات الشخصية القوية انك تعرف تسيطر على السيستم 1 وتعطي مجال للسيستم 2 يشتغل ويحلل المواقف بطريقة سليمة. الصفة السادسة للشخصية القوية، لا تطلب الانتباه. إذا عندك شخصية قوية يعني أنت منك بحاجة لتطلب الاهتمام من الآخرين، يعني منك بحاجة لتركض ورا الناس لتجذب انتباههم. بالعكس، قوة الشخصية والهالية اللي بترسمها حواليك تفرض نفسك على الآخرين، وبشكل تلقائي بتخلي الناس تطلب الوجود بقربك ليسمعوا أفكارك ويتأثروا بآرائك. فصاحب الشخصية القوية بيكون مثل المغناطيس يلي بيجذب الآخرين إله. الصفة السابعة، كن موجه نحو الهدف. ارسم وجهتك بالحياة وحدد أهدافك لتوصل لها، ودائما حافظ على رؤية واضحة. بعزم ومثابرة بتحقق أهدافك الواحد تلو الآخر لو شو ما كانت العقبات يلي عم تعترض طريقك. سايمون سينك بيقول الشخص يلي عنده هدف واضح أمامه لح يخلق طريق ليوصل لهيدا الهدف. فإذا كنت تطمح لشخصية قوية اوعى تيأس، وتذكر إنك ما بتفشل إلا لما تستسلم، فثابر لحتى توصل للهدف يلي رسمته. الصفة الثامنة للشخصية القوية هي إنه ما تقارن نفسك بالغير. كل إنسان عنده نقاط قوة ونقاط ضعف، فلما تقارن حالك بغيرك بتكون فعلياً عم بتحد من طموحك وقدراتك الفعلية، لأن بصير أقصى طموحك إنك توصل محل الشخص يلي عم تقارن نفسك فيه، بينما أنت ممكن تكون توصل أبعد من هيك بكتير. الصفة التاسعة، الأخلاق والمبادئ. التزم بأخلاقك وحافظ على معتقداتك ودافع عنها بمنطق، وتصرف بالطريقة يلي بتريح ضميرك ومبادئك، لأن ما في أصعب من أنه الواحد ما يكون متصالح مع نفسه. لما تكون منسجم مع نفسك ومش عم بتخالف معتقداتك، مش رح تجلد ذاتك كل ليلة بتجرب تحط راسك فيها على المخدة. مع شوية مجهود
انت قادر تقوي شخصيتك بشكل فعال. ما تنسونا من صالح دعائكم رابط سلسلة من غريب الى حبيب بين على الشاشة. من هلأ للفيديو القادم انا بشوفكن وبقولكن سلام.